السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله اللي جيت نشارك معكم فيه لي ديمارش اي لو دوسيي بور لا ناتوراليزاسيون بار مارياج او لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا اللي طلب الجنسيه الفرنسيه بالتفاصيل والتدقيق. صراحه انا شاركت معكم النهار ديال الفيديو اللي فيه نهار لا سيريموني ديال لا ناسيوناليتي فرونسيز اللي يعني تسلمت فيه ديك لا بوشيت ديال اللي كتحمل يعني لي دوكيومون من بعد ما حصلت على الجنسيه الفرنسيه. وفوالا بزاف ديال البنات يعني طرحوا عليا بزاف ديال الاسئله اللي قدرت نجاوبهم، وبزاف بنات اللي طلبوا مني ندير فيديو اللي يكون كيشمل لي ديمارش كاملين من ا حتى لزيد والتفاصيل بالتدقيق باش طلبوا الجنسيه الفرنسيه. المهم انا اليوم جيتكم بالتفاصيل الممله من الاول حتى الاخر، انا قيدت كل شيء باش ما ننسى حتى شي حاجه باش غادي تبداو لمن غتعيطوا كيفاش تجمعوا الدوسي ديالكم وكل شيء وكيفاش تدفعوا وكيفاش تفاداو بعض المشاكل اللي يقدروا يعطلوكم. المهم وبعد النصائح قبل من كل شيء، هو انني اللي نبغي نعطيكم هو عمركي ما تقارني لوكا ديالك مع لوكا ديال انسان واحد اخر. يعني تقولي هاد البنت راه دارت راه دفعات وما شدات والو، لا سيتوياسيون ديالي بحال هاي ايتترا، حتى انا ما ندير والو ما ندفعش راه ما غيعطيونيش. المهم هذا غلط كبير اللي كيديروه بزاف ديال الناس. لا يعني نسول الناس ناخذ معلومات وكل شيء ماشي مشكل، ولكن هاد الشيء ما خصوش يحبسني انا، حيت كل ورزقه وكل واحد شنو مقسم ليه الله. يقدر يكون الدوسي دي انا هذه خديها مني يعني حسب تجربتي، يقدر يكون الدوسي ديالك انت بحال ديال وحده اخرى وهذيك ما عطاوهاش وانت عطيوك. يعني عمرك كتقطعي رزقك بهذه الطريقه هذه، كل واحد والحاله ديالو، كل واحد وكيف ما قلت لكم شنو مقسم ليه الله. دونك ديري وتسناي، يعني ما غتخسري حتى شي حاجه. بنادم يجرب ويدير ويجمع وكل شيء وربي كيكمل. انا هذه هي النصيحه الاولى اللي نبغي نقول لكم. والنصيحه الثانيه، كنعرف الناس بزاف 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 كيعكزوا او لا كيبداو الدوسي وكيجيهم داك الجمع ديال الاوراق صافي خلي من بعد خلي من بعد خلي من بعد، حتى كيموتوا ليهم الاوراق، يموتوا لهم لي زاك دو نيسونس، يموت ليهم داك لو تيست تي سي اف وكل شيء، وكيصدقوا ما دايرين حتى شي حاجه وكيعطلوا راسهم. حيت الصراحه في هاد البلاد كاين حقوق وكاين بزاف ديال يعني فوالا، وكل عام كيتبدلوا القوانين وكل شيء. دونك انا اللي كنصحكم به راه دابا الا غيدير الانسان شي حاجه كان في واحد لا سيتوياسيون اللي بامكانه يطلب ديك لا ناسيوناليتي فرونسيز مثلا، يديرها صافي يبدا تو سويت، ما يقولش حتى الغدا ولا حتى الشهر الجاي ولا خلي من بعد، لا يبدا. راه كلشي ساهل 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 بزاف، سورتو باغ مارياج البنات راه ساهله ساهله بزاف. ها نتوما غادي تشوفوا لي ديمارش كيفاش بديت وشنو درت وكلشي، وغتشوفوا داكشي كيفاش ساهل وما كيحتاجش ورق بزاف وما كيحتاجش ستريس وما كيحتاجش خوف. بزاف د البنات كيكتبوا لي كومونتير ولا هكا في البريفي وكيكونوا مستريسين وتيقول لي راني ستريسي حيت غدا عندي رونديفو. راه ما كاينش علاش تستريساو، حيت هادوك الاسئله اللي كيطرحوا او لا شي حاجه دوك لي رونديفو راه غير على حياتك اليوميه. يعني على لا داكشي يعني فريمون ساهل وعادي، يعني ما عندك كيما توجدي ليه كاع في مره، حيت داكشي على حياتك اليوميه مع راجلك ولادك وفي دارك. يعني ما كاينش علاش تستريساو وفونسي، واللي بغى يدير شي حاجه يفونسي يديرها، ما يبقاش يتسنى، ما يبقاش يعطل راسو او لا يقارن راسو مع الناس ويضيع وقته، حيت يقدر القانون يتبدل يقدر هذا وما يبقاش ما تبقاش عندك هاد لا بوسيبيليتي كاع ديال انك تطلب باش تحصل على الجنسيه الفرنسيه او لا. المهم انا هاد النصائح كنعطيها اون جينيرال ماشي غير على الجنسيه الفرنسيه. الانسان يعني اللي بامكانه يدير شي حاجه او لا كيشوف واحد الحاجه خاصو يديرها يجرب حطو مهم يلفونس، ما يبقاش غير يهضر ويقول غندير غندير غندير، يدير يفو فير ماشي غير الهضره وهكا وتعطل راسك وابري تي ليس طومبي. المهم هادو النصائح ديالي. دابا غادي نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو، اول حاجه غادي ديروها هي هاد لافيش هادي، غادي تمشي تجيبيها من غتمشيو تجيبوها من على حسب الجهه فين نتوما ساكنين. بالنسبه ليا انا ساكنه في 78 في ليزيفلين ومحسوبين على لا بريفيكتور دو فيرساي، سوف كو لا بريفيكتور دو فيرساي ما بقاش فيها لو سيرفيس دو ناتوراليزاسيون، ولا في لا سو بريفيكتور دو سان جيرمان اولي تما كاين لو سيرفيس دو ناتوراليزاسيون. دونك كاع الناس ديال 78 كيمشيو لا سو بريفيكتور دو سان جيرمان اولي. المهم انا واحد الغلط درتو اللي نبغيكم تفاداوه هو في الاول كنت
هاد لافيش هادي جلي امبريمي سور انترنت اللي فيها كاع الوراق زعما اللي كيطلبوا الدوسي وكل شيء جلي امبريمي سور انترنت ما كانتش اخت هادي المهم امبريميت ورقه سور انترنت ديال لي دوكيومون افورنير بور لا ناتوراليزاسيون بار مارياج وكل شيء مشيت كنجمع الوراق و سيتي ليغور اللي درت مشيت كنجمع الوراق ندير لي فوتوكوبي وكان فيها بزاف بزاف ديال الروينه وبزاف ديال الوراق دوموندي دوكو جمعت الدوسي ديالي كامل من ا حتى زد ومشيت باش ندفع لا ناسيوناليتي فرونسيز ا سمومون لا لقيت باللي داكشي اللي انا جمعت واللي لقيته في ديك لافيش اللي امبريميت من الانترنت لا علاقه ليه بلافيش اللي عطاوني هما سوغ بلاص كان مختلف داكشي وكانوا ناقصيني اوراق وكانوا شي وراق انا جبتهم ما محتاجينهمش كاع المهم كان هذا غلط كبير اللي درته وفاش رجعت بحالي للدار خليت داك الدوسي ناعس واحد ما عرف شحال حيت بصراحه حيت جيتي ديسو داكشي وعاد من بعد يعني هذه هي النصيحه ديالي اللي مهمه بزاف فاش تبغيو يعني ديروا لي ديمارش ديالكم د ناسيوناليتي فرونسيز سيرو سور بلاص لا بريفيكتور على حسب الجهه نتوما اللي فيها لو سيرفيس دو ناتوراليزاسيون بيان سور وغادي تجيبوا من عندهم لافيش دو دوموند داكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز بار مارياج هي راه مكتوبه هنايا تجيبوها سور بلاص البنات سواء تمشيو نتوما تجيبوها اولا شي واحد دايز يجيبها لكم المهم ما ديروش ليغور اللي انا درت امبريميت اون فيش ومشيت كنجمع الوراق ونضرب تم عليها تماره في الاخر ما كانتش بحال لافيش اللي هما كيعطيو سور بلاص فوالا هذه اول حاجه والمهم انا ما نقدرش نقرا لكم يعني كاع دوك لي بابي اللي هما طالبين راه كلشي غير نتوما قراو مزيان لافيش من الاول حتى الاخر ما تخل يعني ما تزقلو حتى شي حاجه حيت فريمون يعني دايرين فيها داكشي كلير ومديطايين فيها كلشي وعاطينكم حتى لي نيميرو دو تيليفون وحتى لي ليان بحال هكا في انترنيت بور فير دي دوموند ولا يعني ديال داكشي كامل اللي خصكم على حسب الحاله ديال كل واحد المهم توريوكم كل شيء من بعد ما تجيبوا هذا المهم انا اللي نبغي نحب ان نوضح لكم هنايا يعني الحوايج اللي خصكم تردوا لهم البال هو بالنسبه للكازي جوديسيير اللي كيخصنا نجيبوه من المغرب يعني ديال لا بيرسون اللي غدير هذا الطلب يعني اللي غنجيبو من المغرب ولا يصيفطوا لنا شي حد سي لو كازي جوديسيير ماشي لافيش حيت كاينه ديك لافيش انتروبوميتريك ني با اكسبتي الي با اكسبتي هي مكتوبه هنايا والناس اللي ما غيقراوش مثلا لافيش كامله وينقزوا شي دي باراغراف داكشي يقدروا ما يردوش بالهم هاد لافيش هادي الي با اكسبتي يعني تقدروا تجمعوا الدوسي ديالكم كامل ويصيفطوها لكم من المغرب وكلشي وفاش تمشيو هادي غتبلوكيكم وغتصدقوا راجعين باش تطلبوا لو كازيي جوديسيير وهادشي غادي يعطلكم دونك سي لو كازيي جوديسيير ماشي هاد لافيش راها ما مطلوباش راها ما مقبولاش البنات وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي مزيودين هنا مثلا اولا اللي مزيودين في فرنسا مثلا بالنسبه الا كانت بنت مثلا اللي غادي دير لا دوموند راجلك لاكت غتحتاجي لاكت دو نيسونس ديالو اللي غادي ديري لا دوموند اللي هنايا باش المهم لاكت دو نيسونس ديال الناس اللي مزيودين هنا في فرنسا خصو يكون قل من 3 شهور وبالنسبه للناس اللي مزيودين في المغرب اللي غادي يحتاجوا ليكستري داك دو نيسونس من المغرب واخا ما تكون واخا تكون فيه اكثر من 3 شهور يعني ما كاينش مشكل ماشي ضروري تكون فيه قل من 3 شهور يعني تكون فيه حتى عام راه مقبول وخصو لاكت دو نيسونس ديالكم خصو يكون منطابق على لاكت دو نيسونس ديال الوالدين ديالك يعني قراي لي زاكت مزيان دو نيسونس وشوفي الاسماء وشوفي لي دات دو نيسونس خصو يكون منطابق مع لاكت دو نيسونس ديال لي زاكت دو نيسونس ديال والديك باش ما يطرحليكش مشكل فوالا هادشي اللي خصكم تردوا بالكم المهم من بعد ما تجيبوا هاد لافيش راهم طالبين انكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ان ديبلوم فرونسي غادي خصهم يديروا واحد لو تيست فرونسي اللي هو لو تي سي اف اللي غادي خصكم اول حاجه تبداو بها هاد لو تي سي اف كتخلصوا عليه 130 يورو وكدوزوا فيه لورال اي ليكري في ان سنتر دو فورماسيون هما عاطينكم هنايا باش تاخذوا هاد لا تيستاسيون هادي راه عاطينكم هنايا معلومات ولا اون ليست ديال لي سنتر فين تقدروا تدوزوه بالنماري ديال التليفون بكلشي المهم نتوما غادي تتصلوا على هاد ان سنتر فين تقدروا تدوزوا هاد لو تي سي اف حسب الجهه ديالكم بالنسبه ليا انا مثلا في هنايا في 78 قدرت ناخذ رونديفو فرومبويي
فواحد لانستيتيو انترناسيونال ديل دو فرانس. عيطت لهم وعطاوني صراحه لو رونديفو رابيدمون. المهم لو نيميرو سي 01 34 86 90 64. هادي النمرة ديال هاد لانستيتيو هادي انترناسيونال ديل دو فرانس اللي كاينه في رومبويي بالنسبه للناس اللي قراب. بصراحه عطاوني رونديفو في دو سيمين. هاد لو تي سي اف اللي بزاف ديال الناس كيخافوا منه داكشي هو فيه اورال اي اكري. ما عرفتش صراحه شحال كدوزو. المهم كتبداو بليكري فواحد لاصال. المهم كتوصلوا تما ما كتكونش يعني غير بوحدك, تيكونوا بزاف ديال الناس اللي جايين اللي جايين في نفس النهار يدوزوا داك لو تيست. المهم هاد لو تي سي اف كتدخلوا لان سال كيكون عندكم يعني ان فورميلير داكشي باش تجاوبوا. ومن بعد كيكونوا دي كيسيون هكا في اون تيلي ولا شي حاجه ولا غير كتسمعوا دي اوديو, ودوك لي كيسيون يعني كتجاوبوا. راه داكشي المهم داكشي على حسب كل واحد, ولكن المهم ساهل. انا جاني داكشي ساهل كتجاوبوا في ديك داك الكيسيونير ديالكم وداكشي. صافي من بعد ما كتساليو لي كري كدوزو كتسناو في واحد لاصال داتونت, وكيبداو يعيطوا لكم واحد بواحد حيت لوغال كدوزوه. يعني شاكان كيدوز بوحديتو. المهم لوغال كومون ساسباس, كتدخل مع واحد مع مهم اون بيرسون وكتبقى تهضر معاك وكتسولك وخاصك تجاوبها. المهم انا فاش دخلت كانت عندها واحد لاباغاي وكتشرح ليا يعني ليكزارسيس. قالت ليا غادي نعطيك واحد السوجي وهذاك السوجي خاصك تهضري ليا عليه على حسب السوجي اللي كتعطيك. انا مهم انا نعطيكم اكزامبل مثلا ديال السوجي. مثلا تتقول لكم غادي ديري ليا ان سوجي اولا موضوع اللي يكون كيجمع بين مثلا كيجمعك هنايا بين فرنسا والمغرب, يعني شي حاجه شي ايفينمون شي سوربريز مثلا باغا ديريها مثلا للزوج ديالك وهذا بحال هكا, باش يعني ديك لا سوربريز غادي تكون بين فرنسا والمغرب وغادي تشرحي لينا لو سوجي. وقالت لي غادي تخدم ديك لاباغي غادي تخدمها غادي تبدا تسجل داكشي اللي كنقول انا, وداكشي كيتصيفط ديريكتومون للناس اللي مكلفين كينقطوا لك على هاد لو تيست هذا. فوالا بحال هكذا. يعني انت كديري سوجي بحال مثلا انا قلت لها مثلا لو سوجي ديالي سيتي مثلا غادي ندير اون سوربريز لموماري. سيتي سون بحال راه سون انيفيرسير وغادي ندير ليه اون سوربريز, هو كاين في فرنسا وغادي نعيط انا لونامي في المغرب اللي غادي توجد ليا كل شيء, غتوجد ليا لا سال دي فيت, غتوجد غادي غتكلف زعما بلي كونفوكاسيون دي زانفيتي وكل شيء, وغادي نوجدوا شي حاجه فريمون واو. وعاد غادي نمشي انا وياه بحال لا غادي نمشيو غير للمغرب باش نزور لي بارون ديالي, وغادي يمشي معايا بور اون سيمين او ماروك وغادي يتفاجئ بلا سوربريز وداكشي اللي اتفقت عليها انا والصديقه ديالي. المهم انا حاولت ندير ليها ان سوجي بصراحه عجبها الحال بزاف. والمهم نتوما غير ما تحشموش وما تستريساوش, غير هضروا جمعوا وطلقوا, يعني ما كاين حتى شي مشكل. اما الا تستريسيتو بقيتو كتضربوا الف حسبه لكل حاجه قلتوها ما غاديش فوزا لي بايغيفي, ولكن الا بقيتو كتهضروا هكا سبونتانيمون غير كتهضروا وديروا فراسكم ان سوجي وهذا وبقاو تهضروا مطلقين, راه الحمد لله كل شيء غادي يدوز لكم مزيان من بعد ما كتساليو داك لو تيست ديالكم. المهم نتوما المهم الوقت بالنسبه للوقت ديال هذا التي سي اف غادي تحسبوا العشيه كامله. مثلا عندكم رونديفو مع 13 نتوما غديروا حسابكم راه العشيه كلها غادي تدوزوها تما. صافي من بعد هذا لو تيست فاش كدوزوه يعني وصل رونديفو ديالكم ودوزوه يعني كترجعوا بحالكم وكتسناو الريزلت كتوصلكم للدار باركوري. ولكن وانتوما كتسناو هذا الريزلت ما تبقاوش جالسين مربعين يديكم, غادي ديروا لي ديمارش الاخرين, غادي يعني طلبوا من شي حد في المغرب او ليلى كنتو غتمشيو. المهم على حساب كل واحد الكازيي جوديسيير, لاك دو نيسانس ديالكم, لي زاك دو نيسانس ديال لي بارون, لاك دو نيسانس ديال الراجل ديالكم اولا مثلا مهم الانسان اللي الشخص اللي مزيود هنا. المهم جمعوا الوراق ديالكم جمعوهم ما تبقاوش تقولوا لا راه الا جمعت غيموتوا ليا. لا اون اتوندون يوصلكم داك لو تيست, حيت اللي ما خصوش يموت لكم هو داك لو تيست, حيت حتى هو كتكون فيه واحد المده ما عرفتش واش عام ولا ما عرفتش يمكن عام اللي كتكون في داك لو تيست. من بعد كيولي ما كيبقاش فالابل ولا ما بقاش فالابل غادي خصكم تعاودوا تخلصوا عاوتاني 130 يورو باش دوزوه. المهم هكا غادي ديروا غادي تجمعوا الوراقات ديالكم
ومن بعد كيوصلكم الريزلت ديال لو تيست كيكونوا منقطينو. المهم راه كلشي غادي يكون باين ليكم في ديك لافيش، كتكون بي 2 ولا سي 1 ولا سي 2 على حساب نتوما. المهم كيقول لكم فوالا راك مثلا فو لا في يو راكم نجحتوا فيه، ولكن كيكون منقط من ا 1 حتى لسي 2 على حساب النيفو ديالك. وفاش كنوجدوا له راك كاملين ويوصلنا هذاك لو تيست، المهم حاولوا تيكليبريو وتقدوا المسائل ديالكم، ديروا ان دوسي الورقه اللي جمعتوها ديروها فيه، ويعني كلشي يكون بالتسلسل، ما تبقاوش جالسين كتسناو غير الخاوي. من بعد ما يوصلكم التيست غتجمعوا الدوسي ديالكم كامل وغتمشيو لا بريفيكتور او لا سو بريفيكتور اللي فيها لو سيرفيس دو ناتوراليزاسيون اللي جبتوا منها هذا الفيش. المهم غتمشيو باش تدفعوا الدوسي ديالكم. بالنسبه لو كا ديالي انا وفين ساكنه سيتي سون رونديفو، مشيت خديت كتاخذوا ان نيميرو في واحد لابورن وكندوزو كل واحد يعني والنوبه ديالو، كندوزو لواحد لي بيغو غير واقفين هكذا وكنعطيو لا بيرسون كتبقى يعني هي تتقول لك عطيني هادي وهادي وهادي. المهم اللي طلبتها لك كتجبدها من الدوسي وتعطيها لوريجينال اي لي دو فوتوكوبي اللي طلبتها لك كتعطيها لها، يعني على حساب داكشي علاش قلت لكم هاد لافيش مهمه قراوها مزيان من الاول حتى الاخر، وقراو لي ديتاي مزيان، واللي ما عرفتوهاش سولوا عليها قبل ما ديروها حيت كل واحد على حساب لا سيتوياسيون ديالو. من بعد كتعطيو لي بابي وكلشي. الا تقبل الدوسي ديالكم وما كانت ناقصاكم حتى شي حاجه، واحد الحاجه ردوا ليها البال حيت كانت وقعت ليا دابا تفكرتها غادي نقولها لكم، حيت كانت وقعت ليا في الدفعه الاولى اللي كنت درت لو تيتغ دو سيجور ديالكم تكون فيه لادريس اكطويل اللي راكم ساكنين فيها حاليا. الا كانت فيه اون اونسيان ادريس غادي يطلبوا منكم تمشيو تبدلوه في لا بريفيكتور، تبدلوه باش تولي عندكم فيه لادريس الجديده عاد يقبلوه منكم. من بعد ما كيتقبل الدوسي ديالكم في الحاله ديالتي انا دوز قالت لي داكور تو تي بون ابري قالت لي فو باسيونتي اون فا فو زابلي بور رونتري او بيرو، دونك دوزتني توت سويت للبيرو باش ندير لونغيستغمون ديال الدوسي ديالي باش نعطي الوراق لداك لا بيرسون اللي مكلفه اللي غادي تشد مني الدوسي. يعني دوزاتني فداك النهار نيت اللي مشيت باش ندفع الدوسي. صاحبتي سيتي با لو ميم كا الوغ كو دفعنا في نفس البلاصه، باش قلت لكم ما تبقاوش تقارنوا راسكم ناس وحدين اخرين. صاحبتي سيتي با لو ميم كا، راه ساكنه حدايا ودفعت حتى هي في لا لا سو بريفيكتور دو سان جيرمان ولي، انا وياها دفعنا يعني في نفس البلاصه وفي كل شيء في نفس لا بيريود. صاحبتي فاش مشات دفعات الدوسي ديالها بانه ورات بدات كتقول لها عطيني هادي عطيني هادي عطيني هادي، قالت لها تو تي بون وعطاتها رونديفو باش ترجع مره اخرى باش تدفع الدوسي ديالها وتدخل البيرو لداخل وتعطيه يشدو منها الدوسي. دونك انا وياها ما كناش بحال بحال، انا ربحت الوقت عليها وما كانش حتى شي تغيير، المهم على حساب كل واحد وصافي. المهم الحمد لله جدو مني الدوسي دوز داكشي ديالي كامل، وهي كتاخذ مني الوراق وامام طون كتسولني. بزاف البنات خايفين من هاد الاسئله ديال لا بريفيكتور، البنات راهم اسئله عاديين كتسولني كتشوف الدوسي ديالي وكتقول لي واش درتو المارياج، وي اون زعما اون فيت دو مارياج، وي فين درتيها، قلت ليها فين درتو المارياج، قلت ليها في المغرب، على من عرضتو، عرضنا على العائله ولي زامي وكلشي. بقات كتسولني دي كيسيون اللي فريمون يعني عاديين بحال اللي كنعاود لشي صاحبتي على شنو درت، يعني كتعاودو داكشي اللي كاين، يعني على المارياج ديالكم فين درتوه وقتاش درتوه وقتاش تزوجتي لا دات دو مارياج وقتاش درتي لاكت وقتاش زعما درتو لاكت وكلشي، واش عندكم دي زونفون، واش خدامه، واش راجلك خدام. المهم هذا هو لو جونغ ديال الاسئله اللي كيعطيو. فوالا هما البنات كيسولوني على الاسئله، هادو هما الاسئله، راجلك فاش خدامتي فاش خدامه اش كديري واش كديروا سبور واش زعما فوالا اسئله بحال هكا على عائلته هو مثلا شحال عنده من خوت وشحال عنده من زعما مو الي دكولي ادكيل اوريجين با هكذا دي تروك كوم سا. مهم داكشي فريمون على لا في كوتيديان ديالنا. من بعد شدات مني الدوسي قالت لي تو تي بون اي تو. ابري فداك ديك الساعه نيت عطاتني رونديفو ان اوتر رونديفو اللي غادي خصني نحضر ليه مع راجلي اوبليجي خاص تكونوا بجوج، يعني سي لا ناتوراليزاسيون بار مارياج فيها هاد ليطاب هادي. المهم قلت لكم من بعد ما شدات مني الدوسي قالت لي غنعطيك رونديفو باش تجيو انت وراجلك. داك لو رونديفو عطاتو ليا ما نعرف واش من بعد 2 موا ولا 3 موا، من بعد 3 موا exactement 3 mois داك لو رونديفو سي من بعد 3 mois خصني نرجع انا وراجلي.
وقالت لي اون اتوندون هاد لو رونديفو قبل ما تجيو عندي غادي يوصلكم غادي يوصلك كوريي اللي فيه رونديفو مع لا بوليس في الكوميساريا اللي خصني نحضر له انا وراجلي. قلت لها داكور المهم تو تي تي بون الحمد لله. جيت للدار وكل شيء و سي فري تسنيت واحد شويه صراحه ما نقدرش نقول لكم شحال المده شهر يمكن وصلني كوريي ديال رونديفو في الكوميساريا اللي حدانا مع لا بوليس انا وراجلي. المهم مشيت لهذاك لو رونديفو بديك بديت ديك لا كونفوكاسيون اللي وصلتني ومشيت انا وراجلي. عطاونا جوج ديال لي زافيش انا جوج ديال لي فيش انا اون فيش ان كيستيونير وراجلي لو ميم كيستيونير وراجلي جالس حدايا وقدامنا كاين داك لونكيتور. المهم دوك الاسئله قال لينا راه كل واحد فيكم غادي يجاوب في لافيش ديالو على الاسئله اللي مطروحين تما. المهم الاسئله هما بحال بحال ولو بيت هو انهم يعرفوا واش انا وياه غادي نجاوبوا بحال بحال. المهم الاسئله البنات كانوا يعني شنو هو اللون ديال الدوش ديالكم الصباغه ديال الدوش الماكينه ديال الصابون منين كتحل واش من الفوق ولا من الوسط كومبيان دو كونفوكاسيون درتو في العرس ديالكم لا دات ديال المارياج شحال عنده من نوفو شحال عنده من نياس يعني شحال عنده من ولاد خوتو ولا بنات خوتو شحال عنده من خوتو لادريس ديالكم فين كتسكنوا. المهم قلت لكم راه دي كيسيون فريمون بانال فريمون اسئله عاديين ديال العائله ديالكم ديال حياتكم يعني داكشي فريمون بسيط كل واحد كيجاوب دو سون كوتي. اخر فيلم تفرجتوا فيه بجوج في السينما اخر كادو جاب ليك اخر كادو جبتي لي في الاخر خدمنا لي فيش بجوج لي كيستيونير بجوج بقى كيقارن بين ديالي وديالو لقى بعد مثلا كلكو كيستيون ما جاوبنيش بحال بحال يعني بحال هو مثلا نسى شي حاجه انا عاوتاني تلفت بحال شحال لو نومبر ديال لي زانفيتي مثلا اللي كان عندنا في العرس حنا المهم ما عقلناش بالضبط اختلفنا في بعض الحويجات وهو بدا كيسولنا وبدينا كنقولوا ليه لا حيت انا كيعجبوني بجوج لا حيت هادي وكنضحكوا وداز داكشي ضحك ولعب عادي. المهم قال لينا تو تي بون يعني راه كلشي باين. واحد الحاجه ما نساهاش من بعد ما كدوزوا هاد لونكيت مع لا بوليس يقدر من بعد هاد لونكيت كل واحد وكل وزهرو كيف ما كنقولوا يقدر يجي عندكم ان لونكيتور للدار يفيريفي الدار يدير دوره عندكم في الدار. يقدر النهار نيت اللي دوزوا فيه هاد لونكيت كنعرف انا انامي اللي لو ميم جوغ فين دوزوا هاد لونكيت خلط عليهم لونكيتور للدار ديريكتومون وكاين اللي غادي تسنى ان سيمين وغيجي يدق عليكم في الدار حسب يعني على حسب يعني راه ممكن حنا ما جاش عندنا لا اونكيتور للدار لا حتى شي حاجه ولكن كاين صحاباتي اللي جاو عندهم للدار باش كيفيريفيو ايلزون فيريفي قال لك لا شومبر كوشي واش فيها الحوايج ديالها وديالو ايلزون فيريفي الدوش ولي بروسادون شحال من بروسادون كاينه في الدوش مثلا واش ديالها وديالو ديال الدراري الحوايج ديال الصابون بزاف ديال الحوايج كيشوفوا بحال هكا تيدخلوا لا كويزين كيدخلوا للبيت ديال الدراري المهم تيفيريفيو هادشي كامل على فاصون ا او ولكن ممكن يجي هاد لونكيتور عندكم للدار وممكن ميجيش. المهم البنات انتوما غادي تنتظروا لاي حاجه يعني تكونوا واجدين سورتو فاش كيكون داكشي يعني زواج حقيقي وداكشي راه واخا كاع وقت ما جا راه عادي راه ما كاينش مشكل. انا في الحاله ديالي ما جا حتى شي واحد عندي للدار باش يفيريفي هادشي كامل. من بعد وصل النهار ديال لو رونديفو اللي مشيت انا وراجلي عاوتاني لا سو بريفيكتور اللي دازت 3 موا عاد باش وصل مشينا جلسنا هكذا بقات كطرح علينا اسئله الاسئله سيتي دي كيسيون بازيك ديال الكوتيديان فاش خدام فاش خدامه وقتاش تزوجتو لا دات مارياج لا دات دو نيسانس شمن سبور كديرو واش عندكم وليدات شحال من ولد شنو سميتهم تقدر تسولو هو تقدر تسولك انتي كتسول يعني لو كونجوان واش زعما متفق واش بغيتي زعما المراه ديالك تشد هاد الجنسيه الفرنسيه تيقول لها وي انا متفق وكذا صافي كيبدا تسول اسئله خفافين بساط قلت لكم ديال يوميا وصافي ابري كتعطيه واحد الورقه كيسنيها يعني راجلي عطاتو ورقه سناها باللي زعما هو موافق على هاد الجنسيه هادي وكل شيء
وصافي عطاتني حتى انا سنيت واحد الورقه صافي وكل شيء تفاليدا، وهذا كان اخر رونديفو. ومن بعد قالت لي غادي تسناي من 9 شهور حتى ل 12 شهر، يعني 9 موا 12 موا باش توصلك لا ريبونس واش سايتي اكي او با، واش زعما ايل طون اكوردي لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا لا. صافي يعني من بعد ما كيبقى لكم ما ديروا، كيبقى لكم غير تسناو. ها نتوما شفتوا شرحت لكم لي ديتاي، ولكن غادي تلاحظوا باللي راه لي ديمارش ساهلين وبساط، وتا الوراق ما كيطلبوا حتى شي حاجه معقده، راه غير لي زاك دو نيسونس داك لو تي سي اف. صافي هادشي اللي كاين، الكونطرا ديال الباي ديال الدار اللي سانيين بجوج، الورقه ديال لي زامبو. المهم نتوما غادي تقراو وغادي تشوفوا راه داكشي عادي اللي طالبين، هادي جيستيفيكاتيف اللي في سميتك وسميت راجلك وداكشي. المهم داكشي بازيك، سورتو ان مثلا حنا كان عندنا ان كونت جوين، ولكن هادشي راه ماشي، هادي ماشي شي حاجه مهمه صاحبتي، ما كانش عندهم كونت جوين. هو لو كونت بانكير تيكون في السميه ديالك انت وراجلك، وعاوتاني الضرائب راه بيان سور تيكونوا في سميتكم بجوج، الكونترا ديال الدار لي كيتونس دو لويي وداكشي تيكونوا في سميتكم بجوج. المهم هادشي كامل كتجمعوه وراه نتوما شفتو كلشي باين. نتمنى نكون وضحت لكم مزيان وما نسيت حتى شي حاجه. الا نسيت شي حاجه ولا مهم شي حاجه ما واضحاش، طرحوا عليا الاسئله ديالكم، ان شاء الله نجاوبكم كاملين. ونتمنى نكون كنت واضحه وما نكونش ثقلت عليكم بزاف، حيت حاولت نشرح لكم كومين بلي ديتاي، ونشجعكم باش ديروا هاد لا دوموند هادي باش تافونسيو وديروا هاد لا ديمارش، حيت مهمه بزاف بزاف وسهله. فوالا البنات، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش اللايك باش نعرف باللي هاد النوع ديال الفيديو كيهمكم وتعجبكم، وباش تشجعوني ولي كومونتير ديالكم والاسئله ديالكم ان شاء الله نجاوبكم توت سويت. فوالا، والاقتراحات ديالكم كيهموني بزاف، ونقول لكم شكرا على المشاهده، والسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.